أكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان خطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي خلال خطبتي وصلاة الجمعة أن سيرة النبوية الشريفة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حملت خيرا للبشرية ورحمة للإنسانية جمعاء، وكانت شمائله الكريمة وعظيم خلقه حتى مع مخالفيه. نال من الحب والتقدير ما ناله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فباسمه تلهج ملايين الألسنة، ولذكره تهتز قلوب الملايين من البشر. ولكن العبرة أن يتحول هذا الحب إلى محض اتباع دقيق لكل ما جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي مجال الأخلاق تجده مثال الكمال في رقة القلب وسماحة اليد وكف الأذى وبذل الندى وعفة النفس واستقامة السيرة. كان عليه الصلاة والسلام دائم البشر، سهل الطبع، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب في الأسفاق ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويسامح ويصافح. وشدد فضيلة الشيخ القطان على أن الدفاع عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون باتباع هديه وسنته وتعاليمه السمحة والابتعاد عن مسالك التطرف والعنف مهما كانت المبررات. إن الواجب علينا عباد الله أن نجابه الحاقدين على ديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم بكل ما نستطيع، وأن نتولى الدفاع عنه وبيان صورته الصحيحة بذكر سيرته العطرة ونشرها وتعريف الناس بها، وأن نربي أنفسنا وأهلينا وأبناءنا على ضوء سنته وسيرته، ونسير على منهاجها بعيداً عن مسالك التطرف والعنف والقتل للمخالفين مهما كانت المبررات، فإن هذا والله ليس من تعاليم ديننا الحنيف ولا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم.